تابعنا مع حضراتكم شوطنا الذي انتهى منذ لحظات وغادر بالناموس غادر محفوظ وخميس من علي اللي نبيته علينا وناموس 10 دقائق 10 ثواني الوقت الزمني مع شوطنا الذي انتهى منذ لحظات ينطلق بحفظ من الله ورعايته خاتم الأشواط شوط الختام آخر الأشواط مع الزمول المحجنات الأصايل انطلاق موفق نتمناه لجميع المشاركين مقدمة الشوط المركز الأول الذيب سعيد بن شطيط بن حمد بن فارس الشامسي يقدم الذيب على مقدمة الشوط مع المركز الأول في هذه اللحظات وبهذه التحديات يقدم الذيب مع المركز الأول بينما المركز الثاني الوصول مع مشغل سلطان بن خيره اليبهوني الظاهر يحتل المركز الثاني المركز الثالث في زيزو عبد الله بن سالم بن علي بن عبدة الشامسي يقدم زيمو زيمو نعم مع المركز الثالث المركز الرابع شوف التقدم في هذه اللحظات من خلال تواجد أيضا الواش يقدم أيضا الواش على أيضا رابع الأسماء وهناك سلطان بن خاتم بن محمد الشامسي احتل المركز الرابع المركز الخامس المركز الخامس النايف أبو خيت بن حمد بن سالم البلوشي حاضرا في هذه اللحظات ويلا يا المزعج أركز تابع أيضا أخذ المركز السادس هذا الوصول والتقدم مع اللي هو أيضا ايضا برنس محفوظ وخميس الينيب يقدم برنس مع المركز ايضا السادس المركز السابع في هذا الاوان الذيب علي بن سليم العامري احتل المركز السابع والمركز الثامن اعطونا المركز الثامن هذا الوصول مع اللي هو الغزال حمد بن مبارك بن محمد بن هدفه العامري مع 9 الاسماء وعاشرها هناك كان وصول مع اللي هو أيضا شاهين وسالم بن سعيد بن بخيت الشامسي هذه النتائج 10 التي ذكرت إلى مسامعكم ويبلغ نصاب الشوط 21 بعيد مهجن انطلاق في هذه الانطلاق وبهذا الأبداع ما شاء الله خلنا نراقب هذه الأسماء وزميل عندنا من الموسم الماضي متواجد خلف المراكز 10
ترقبه ايضا بوصوله ونرحب به ايضا بقدومه في هذه اللحظات. يا سلام، عشنا معاه في شوط الزمول فتره طويله، ولكن شوف نتابع لي هذه ايضا الاسماء الاخرى التي لم يحالفها النداء، ولكن ايضا ما تغيب عن انظار المتابعين في هذه الاثناء وبهذه التحديات وبهذه الإثارة. انتصفت المسافة وبناخذ الفاصل وبعده نتواصل. هكذا تواصلنا مشاهد الكرام في هذه اللحظات، ومثل ما قالوا المياه على ميارها، لا زال على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول الذيب. سعيد بن شطيط الشامسي هو من يقدم الذيب على مقدمة الشوط مع المركز الأول في هذه الأثناء، والمركز الثاني يتقدم أيها الحفظ الكريم في هذه اللحظات برنس محفوظ وخميس الينيبي يحتل المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث تقدم في هذا الأوان وبهذا الإبداع من الطرف الآخر مع أيضا زيمو. زيزو نعم، عبد الله بن سالم بالعبدة الشامسي يحتل المركز الثالث. المركز الرابع بالهدفة مع الغزال بدأ يدخل في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق. المركز الخامس شوف التقدم في هذه اللحظات وبهذه الأثناء. الواش سلطان بن خاتم بن محمد الشامسي احتل المركز أيضا الخامس، غير على الثاني وأتابع بعد المركز الخامس. هناك شوف التحدي وشوف لي أيضا أسامي لم يحين موعد دخولها إلى حتى هذه اللحظات ما شاء الله وتبارك الرحمن. تحدي وإثارة في هذا الانطلاق وبهذه التحديات المستمرة ما شاء الله وتبارك الرحمن. هذا هو يتقدم على مقدمة الشوط مع المركز الأول وينطلق بهذا الانطلاق. لا زال الذيب مع المركز الأول. سعيد بن شطيط الشامسي هو من يقدم الذيب على الصدارة على مقدمة الشوط مع المركز الأول. ينطلق بهذا الانطلاق وبهذا الإبداع المستمر ما شاء الله من بداية الانطلاق حتى هذه اللحظات، وهو مسيطر كل السيطرة على مقدمة الشوط. المركز الثاني الواش يأتي بدوره في هذه اللحظات، يقدم الواش أيضا على مستوى المركز الثاني. سلطان بن خاتم الشامس يحتل المركز الثاني في هذه الإثارة. المركز الثالث هذا هو أيضا عند عبد الله بن سالم بن علي بن عبده الشامسي يتقدم بدوره حاضرة في هذه اللحظات مع زيزو ما شاء الله تبارك الرحمن. ولكن الذيب لا زال ذيب على مقدمة الشوط مع المركز الأول في هذا الانطلاق وبهذا الإبداع. بن شطيط هو من يتقدم بهذا التقدم، ولكن زيزو ما شاء الله بدأ بالوصول في هذه الإثارة وبهذا الانطلاق ما شاء الله. مع بن عبدة ينطلق بهذا الانطلاق، ولكن شوف بن سليم هناك تقدم ما شاء الله على مستوى المركز الثالث، ولكن خلاص راح بالعبدة مع مقدمة الشوط. شكرا يا الشاعر من يقدم زيزو في هذه اللحظات على المقدمة
وعلى المركز الأول ينطلق بهذا الانطلاق وبهذه التحديات. ما شاء الله الذئب بدأ يتحرك، ولكن خلاص خلاص راح الشاعر وراح هذه نعمة بهذا الشوط وبهذا الناموس وبهذا الانطلاق. ما شاء الله الله اللحظات الأخيرة والتحديات المثيرة، وأيضا تهانينا وناموس على فوز زيزوم عبد الله بن محمد أو عبد الله بن سالم بن علي بن عبد الشمس، المكان الثالث عند مسبيب، المكان الثالث عند الشريط، المركز الرابع. شوف التقدم في هذه اللحظات مع الذيب وخلف بن سعيد بن بخيت الشامسي، أما اللي خذ المركز الخامس كان الغزال، وقدم أيضا هناك حمد بن مبارك بن محمد بن هدفة العامري. هذه هي نتائجنا مشاهدي الكرام، وأيضا توقيتنا الزمني 10:14. تهاني للناموس اللي مالك أيضا زيزوم وعبد الله بن سالم بن علي بن عبد الشامسي، فله التحية وسلام نعمة سلام. هذا هو شوط الختام، تقبلوا تحياتنا وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.